هوي بكار، دي المذكرات اللي أني كتبتها. أني كنت عارف أني ممكن أعيا تاني، وكنت جاي لهم يبعتولك المذكرات دي عشان أنت كنت عايز تجراها. هتبسط، مش هتزهق، ما تخافش. اليوم الأول، عرفت مبارح أن عندي سرطان في الدم. الدكتور راجل طيب جداً وقال لي ان في احتمال كبير ان اخف. امي كانت زعلانه قوي، وابويا كمان، بس اني ما كنتش زعلان ولا خايف، لانه مرض زي اي مرض. اني كنت بس زعلان عشان زعلهم. اليوم التاني، سافرنا وروحنا مصر. الطريق طويل قوي، هو متعب اكتر من المرض. واختي الصغيرة ما حستش بحاجة لأنها فضلت نايمة. لما قابلت الدكتور في مصر، قال لأبويا وأمي أول حاجة المفروض نعملها إننا نتكلم عن المرض من غير ما نبقى خايفين منه. اسمه سرطان، مش المرض الوحش. نقول اسمه من غير ما نخاف، لأننا هنحاربه، ولو خايفين منه هنهزمه إزاي؟ أني بقيت أحسن شوية، بس برضو بتعب وبزهج لما أفضل قاعد لوحدي كتير. خايف أنني ما خفش؟ لا طبعاً، الحمد لله. أني بس خايف لكون ما عملتش كل اللي أقدر عليه عشان أخف. لكن لو عملت اللي عليا وسمعت كلام الدكتور وكلام أمي وأبويا، ما يهمنيش بعد كده إيه اللي هيحصل. أني بدعي ربنا وراضي بأي حاجة هيكتبها لي، أكيد هتبقى كويسة. المهم ان اكون عملت اللي عليا. اصحابي طيبين جدا، وخصوصا بكار. حسونا النهارده سالني عن السرطان وبعدين اتكسف. اني مبسوط اني رجعت المدرسه، مبسوط اني وسط اصحابي، ومبسوط قوي ان هم فاهمين المرض اللي عندي ومش خايفين مني ولا بيضايقوني. بالعكس، بكار نفسه يجرى مذكراتي، واني كنت مبسوط النهارده وحسونا بيتمرجح بالمرجحه بتاعتي. طلعت مسليه فعلا، اني بقيت مش قادر العب باي حاجه الا دي، وهي دي اللي عجبت حسونا. دي اخر صفحه في النوته، بس مش هيبقى اخر يوم. امبارح بعد ما رجعت من المدرسه تعبت، والدكتور قال اني لازم اتنقل على المستشفى تاني. أني مش عارف هرجع ولا لأ، بس المهم أني كنت موجود بين أصحابي وأهلي والناس اللي بحبهم. متضايق بس عشان أمي وأبويا وأختي وأصحابي هيزعلوا عليا لو جرالي حاجة، وعشانهم برضو هفضل أحارب للآخر.